كما لفت انتباه الجميع كيف أن جوك توك قد وقع في شباك الفتاة البيزنطية زويا. جوك توك محارب عثمان كما عرفناه رجل قوي وحاذق، ولكن ما إن يقع في بحر العشق حتى يذهب عقله. في ذلك الموضع يصبح المرء يدير الأمور بقلبه لا بعقله. من هنا سنرى مستقبلا جوك توك يقع في الكثير من الأخطاء بسبب زويا، سواء كانت خائنة فتوصل أخباره بعد أن تعلمها إلى أعداء عثمان، أو أن ماضيها الأسود سيوقع جوك توك في الكثير من المشاكل. قد تكون قد جمعتها علاقة مع أحد أعداء عثمان في الماضي ثم تركته طوعا أو كرها، أو أنه هو من كان يتبعها فيهددها بماضيها الأسود إن لم تستجب لأوامره والمتمثلة في أخبار عثمان، أو أنه سيجد سببا آخر كأن يهددها بشيء عزيز عليها كأحد أفراد عائلتها قد خرجت هي لميدان العمل ومعترك الحياة لتقضي حاجته، وإن غدا لناظره قريب.